أركان العقد. العقد يقوم على أركان، وبالرجوع إلى الفصل الثاني من قانون التزامات العقود نجده يحدد هذه الأركان بالنص على ما يلي: الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي الأهلية للالتزام، جوج تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام، ثلاثة شيء محقق يصلح أن يكون محلا للالتزام، أربعة سبب مشروع للالتزام. يضاف إلى هذه الأركان الشكلية في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية، وقد سبق وأن أشرنا إليها، وعليه سوف نحاول أن ندرس أركان العقد في ما يلي: أولا ركن الرضا، ثانيا الأهلية، ثالثا المحل، رابعا السبب. أريد أن أشير إلى أن الأركان هي قوام الشيء، هي أساس الشيء، هي عماد الشيء، فأركان العقد هي قوامه، هي أسسه التي يبنى عليها. إذا تخلف ركن من هذه الأركان فالعقد باطل بطلا مطلقا، ويعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، والبطلان المطلق يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يطلب منه الخصوم ذلك، بمعنى أن البطلان من النظام العام. ولذلك فالعقد يقوم على ركائز أساسية، على أركان أساسية: ركن الرضا أساسي، ركن المحل أساسي، ركن السبب أساسي، ركن الأهلية أساسي. وإلى جانب هذه الأركان العقد لا بد وأن يكون سليما من حيث شروط الرضا، بحيث أن هذا الرضا إذا كان فيه عيب من العيوب وهو ما يسمى بعيوب الإرادة، فهنا قد تخلف شرط من شروط صحة الرضا مما يجعل العقد قابلا للإبطال. إذن سوف نحاول أن نتحدث عن هذه الأركان، أي الأركان التي سبق لنا ونشرنا إليها. نبدأ بالركن الأساسي للعقد الذي هو ركن الرضا أو التراضي. التراضي هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، وإذا كان التراضي بهذا المعنى كافي لإبرام العقد ونشأته فهو لا يكفي لصحته وإنتاجه لآثاره القانونية إلا إذا كان الرضا المعبر عنه مستوفيا لشروط الصحة. ولذلك تقتضي منا دراسة ركن الرضا بأن نتحدث أولا على وجود التراضي، وأن نتحدث ثانيا عن صحة التراضي. ونقصد بصحة التراضي عدم وجود عيب من عيوب الرضا التي هي الغلط والإكراه والتدليس والغبن إذا توافرت شروطه. ابدأوا ب العنصر الأول لقيام الرضا وهو وجود الرضا، وجود التراضي. لا يقوم الرضا إلا بتطابق إرادة كل من المتعاقدين، وهذا التطابق الذي يتم عادة بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول متطابق من الطرف الآخر، لكي يتم بذلك الاقتران بين الإيجاب وما بين القبول، وهذا الاقتران يساوي التوافق ما بين الإرادتين، وبذلك ينعقد العقد. فقوام التراضي هو رضاء الطرفين، لأن التراضي لازم لقيام العقد، إذ لا وجود له بدون التراضي. وقد يقع التعاقد بالأصالة عن النفس، وقد يقع بالنيابة، ولذلك سوف نتحدث عن العنصرين، عناصر التراضي ونتحدث عن التعاقد بالنيابة. عناصر الرضا، عناصر الرضا هي ثلاثة عناصر أساسية: الإيجاب واحد، القبول جوج، اقتران
بين الإيجاب والقبول ثلاثة. إذن هذه هي العناصر. أولا الإيجاب، نتعرض لمفهوم الإيجاب ثم نتحدث عن شروطه وصيغ التعبير عنه ونشير إلى الآثار القانونية المترتبة عنه. الإيجاب هو التعبير البات الصادر عن إرادة شخص يعرض على آخر بأن يتعاقد معه. إذن فالإيجاب هو العرض الذي يتقدم به شخص معين إلى شخص آخر، يتضمن اقتراحا بإبرام عقد معين وفقا لشروط معينة بغية حصوله على القبول ومن أجل قيام العقد. ومن أمثلة الإيجاب كأن يعرض صاحب متجر ممتاز البضائع للجمهور مع تحديد السعر المكتوب عليها، ثم يتناول الزبناء لهذه البضائع ويأخذونها ويتقدمون إلى الصندوق لأداء الثمن، هذا إيجاب موجه للجمهور. أو أن يقف صاحب سيارة أجرة في محطته المعتادة ويأتي الزبون ويركب. إذن فصاحب سيارة أجرة وقف فقد عرض إيجابه للجمهور. وأيضا من صيغ الإيجاب أن يصرح به بكيفية مباشرة، أريد أن أشتري منك هذه السيارة فأريد بثمن كذا، فأريد أن أشتري هذه السيارة، صدر منه الإيجاب. إذن للإيجاب شروط، يجب أن يكون الإيجاب باتا ويجب أن يكون محددا. يجب أن يكون الإيجاب باتا يعني أن يكون الإيجاب حازما ونهائيا، وهو تعبير عن النية ديال أحد المتعاقدين في التعاقد، حيث ينعقد على إثره العقد بمجرد القبول من الطرف الآخر. إذن يتطلب عدم طرح أي تحفظات من الموجب لكي ينعقد العقد، ولكن يمكن أن تصدر مثل هذه التحفظات بأن يكون الإيجاب فيه طبعا فيه إيجاب آخر موجه إلى الطرف الآخر بأنه لا يقبل مباشرة إلا بعد أن يحصل ما يسمى بالتفاوض في عملية التعاقد. يجب أن يكون الإيجاب محددا ودقيقا، فالإيجاب يجب أن يكون واضحا وطبعا محددا لشروط العقد الأساسية، ولا يشترط بأن يكون الإيجاب شاملا لكل التفاصيل، بل يكفي أن يتضمن الشروط الأساسية كفي عقد البيع مثلا، تعتبر الشروط الأساسية المبيع والثمن. وكيفية التعبير عن الإيجاب، التعبير عن الإيجاب إما أن يتم بشكل صريح أو بشكل ضمني. فالشكل الصريح أو التعبير الصريح القيام الموجب بأي عمل يقصد به وبشكل مباشر إعلان رغبته في التعاقد من خلال إعلام الغير به، التعبير باللفظ بالكلمة المكتوبة بالرسالة بالإعلان في الصحافة إلى آخره. العروض الموجهة للجمهور كعرض البضائع فوق الرفوف المتاجر الممتازة مثلا مع بيان ثمنها يعد إيجابا، إدخال البطاقة البنكية في الشباك الأوتوماتيكي يعد إيجابا من جانب الزبون موجه للبنك من أجل استخلاص النقود، الآلات الأوتوماتيكية التي يضع فيها روادها النقود فتمدهم ببضاعة معينة كمشروب كقهوة مثلا أو مشروبات غازية أو ماء، فآلة أوتوماتيكية إن فاك تحط فيها الفلوس تبغي واحد البضاعة فالآلة الأوتوماتيكية درت الأثمنة ديالها على هذيك البضاعة، إذن هذا إيجاب موجه للجمهور اللي بغى كيحط الفلوس وكياخذ البضاعة، هذا يسمى بالإيجاب الصريح. هناك الإيجاب الضمني، الإيجاب الضمني ليس كالإيجاب الصريح، يستنتج من أي عمل أو موقف يفترض فيه أنه تعبير عن الإرادة من أجل التعاقد، وذلك بحسب ظروف الحال وملابساته. فالتعبير الضمني للإيجاب هو من الناحية الواقعية نادرا يتم استنتاجه من أي عمل أو موقف يفترض فيه أنه تعبير عن الإرادة من أجل التعاقد، وذلك بحسب ظروف الحال وملابسته. مثال ذلك الإيجاب الضمني حالة المكتري الذي
يظل مقيما بالعين المقترات حتى بعد انتهاء مدة الكراء، حيث يعتبر موقفه هذا إيجابا ضمنيا موجها للمكرم، علما بأنه لا يعتبر السكوت تعبيرا ضمنيا عن الإيجاب. فالقاعدة العامة في الفقه والقضاء أن السكوت هو العدم، ومن ثم لا ينسب لساكت قول، وليس السكوت إرادة ضمنية، لأن هذه الأخيرة تستخلص من ظروف إيجابية دالة عليه. آثار الإيجاب، ما هي القوة الملزمة للإيجاب؟ وهل يمكن الإيجاب أن يسقط؟ متى يسقط الإيجاب؟ القوة الملزمة للإيجاب، الأصل أن الإيجاب ليست له في حد ذاته قوة ملزمة. أريد أن أبيع لك هذه السيارة، صدر منه إيجاب، ليس له أي قوة إلزامية ما دام أنه لم يقترن بالقبول والتطابق، بحيث يجوز للشخص الرجوع عن إيجابه ما دام العقد لم يتم بالقبول، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصل 26 من قانون التزامات العقود المغربي، الذي ينص على أنه يجوز الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر، لكن استثناء من الأصل السابق يكون الإيجاب ملزما في حالتين: الحالة الأولى تقديم إيجاب مع تحديد أجل للقبول، كنقول لك والله كنبيع لك هاد الحاجة خصك تجاوبني من هنا لآخر الشهر، إذن هنا تقديم إيجاب مع تحديد أجل للقبول، تحديد أجل للقبول، فهنا الموجب يجب أن يبقى على إيجابه إلى أن يصل ذلك التاريخ، قلت حتى 30 ماي، إذا نستنى حتى توصل 30 ماي، عاد نقدر نتراجع. وهذا ما نص عليه الفصل 23 من قانون التزامات العقود. الحالة الثانية تقديم إيجاب عن طريق المراسلة من دون تحديد أجل، حيث يظل الموجب ملتزما بالبقاء على إيجابه إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول الموجب إليه، وعليه انتظار الرد. هذا ما نص عليه الفصل، يعني يقصو يستنى واحد الأجل معقول، طبيعة الحال كانت الرسائل كتوصل في خلال 10 أيام و 15 يوم، يستنى واحد 15 يوم كاع نقولوا شهر وانتهى الأجل. سقوط الإيجاب، يسقط الإيجاب في الحالات الثلاثة التالية: الحالة الأولى هي الحالة التي يرفض فيها الإيجاب من طرف موجه إليه، بغيت نبيع لك هذه السيارة، لا سيدي ما نشريش، إذن هنا الإيجاب يسقط بالرفض طرف موجه إليه الإيجاب، أو كان عبارة عن قبول لكن مقترن بشروط تعدل من الإيجاب السابق، كيقول نبيع لك هذه السيارة ب 10 مليون، كيقول لا أنا ناخذها غير ب 5، إذن هنا الإيجاب يسقط. أيضا يسقط الإيجاب إذا انتهت المدة المحددة للقبول وأشرنا إليها سابقا 29، أو انصرام المدة المعقولة. ويسقط الإيجاب إذا مات الموجب أو فقد أهليته، أصيب بالجنون، وإذا توفي يسقط الإيجاب أو نقصت أهليته، وكذلك الشأن بالنسبة للمتوه والسفيه. القبول، لا يكفي الإيجاب وحده لقيام العقد باعتباره توافق إرادتين أو أكثر، وإنما لا بد من حصول القبول. ما هو القبول وما هي شروط القبول؟ القبول وصيغ التعبير عنه، أستاذنا مرحوم مأمون الكزبري يعرف القبول بأنه هو التعبير عن إرادة من وجه إليه الإيجاب، والذي بصدوره مطابق للإيجاب تتم معه عملية التعاقد بين الموجب والقابل. إذن فالقبول هو التعبير الجدي الصادر عن إرادة الشخص الذي وجه إليه الإيجاب والمتضمن الموافقة على ذلك الإيجاب، إذن فهو الإرادة الثانية في العقد بعد الإيجاب، ويتم التعبير عنه بشكل صريح كما رأينا بالنسبة للقبول طريقة مباشرة بالتعبير باللفظ قبلت، أو كتابة، أو إشارة متداولة عرفا كتحريك الرأس من الأسفل إلى الأعلى للدلالة على القبول. وقد يكون القبول ضمنيا، يتم الإفصاح عن الإرادة بطريقة غير مباشرة كبقاء المكتري بعد انتهاء مدة الكراء في العين المكترات، حيث يعتبر ذلك قبولا ضمنيا من جانب المكري
بتجديد عقد الكراء. وأيضا شروط القبول، شروط القبول يشترط في القبول الذي ينعقد به العقد توافر شرطين: صدور القبول والإيجاب قائما، وتطابق القبول للإيجاب. صدور القبول والإيجاب لا زال قائما، لذلك لكي يكون القبول منتجا لآثاره يجب أن يصدر، والإيجاب لا زال قائما، بمعنى لم يتراجع الموجب عن إيجابه، لا زال الإيجاب مفتوحا. فإذا كان الإيجاب مقرون بأجل صريح وانتهى ذلك الأجل، فهنا طبعا صدر القبول متأخرا لا يعتد به. إذا كان الإيجاب موجه لشخص حاضر في مجلس العقد، وجب صدور القبول قبل القضاء المجلس. وسوى المشرع المغربي بين العقد الذي يتم بمجلس العقد وبين العقد الذي يتم عن طريق الهاتف. تطابق القبول بالإيجاب، يجب أن يتطابق القبول مع الإيجاب تطابقا كاملا تاما على كل المسائل التي تضمنها الإيجاب. لا ينعقد العقد إذا تضمن القبول زيادة أو نقصان أو تعديل للإيجاب، أو يكون القبول معلقا على شرط، هذا يعتبر رفض يتضمن إيجابا جديدا يتوقف على رد من وجه إليه الإيجاب. وهذا ما نصت عليه الفصل 27 من قانون التزامات العقود. الرد المعلق على شرط أو المضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا، ويعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى الموجب بقبوله قبلته أو نفذ العقد بدون تحفظ. وبعد هذا بقي لنا أن نتحدث عن التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين.